حاسمه بالنسبه لجمهور كره القدم المصريه بشكل عام وجمهور النادي الاهلي، لان كمان اكتر من حوالي 40% من قوام المنتخب بيمثلوا لاعبي النادي الاهلي. انا متاكد ان مصر كلها نفسها تكرم المنتخب، ومصر كلها في شخص السيد الرئيس كرموا المنتخب. الشعب المصري نفسه كل واحد فيهم يجي يكرم المنتخب وجهازه ولاعيبته. الفرحه طاغيه، ودايما يا رب مصر تبقى فيه من فرحه الى اخرى. النهارده التكريم ده اعتقد ان هو واجب علينا. ده النادي الاهلي زي ما انت بتقول هو القوام الرئيسي لمنتخب مصر، وطول عمر منتخب مصر بيؤدي احسن وبيحرز نتائج اكتر احسن لما بيبقى في لعيبه كتير من النادي الاهلي. زي ما بقول دايما لعيبه النادي الاهلي مهيئه نفسيا وعارفه هي بتعمل ايه، لانه حمل فانيله النادي الاهلي تقيل، حمل فانيله منتخب مصر اتقل، فهم متعودين على هذا الحمل فبيأدوا بطريقه كويسه في المنتخب زي ما بيؤدوا في النادي الاهلي. كان لابد من تكريم ابنائنا، ابنائنا جزء من المنظومه، فكان لابد من تكريم المنظومه كلها. في وجود هيكتور كوبر المدير الفني والمهندس هاني ابو ريده رئيس اتحاد الكره، كان هناك حوارات او احاديث جانبيه قبل الصعود للتكريم، ماذا كانت الحوارات وماذا يعني كيف استقبل المهندس محمود طاهر هيكتور كوبر وهاني ابو ريده داخل بيت النادي الاهلي؟ لا طبعا هيكتور كوبر مش غريب علينا، يعني انا بتلاقى مع هيكتور كوبر، وطبعا المهندس هاني ابو ريده صديق طفوله، فاحنا على علاقه متواصله دايما. لا بنتكلم في مواضيع عامه، وبنتكلم على اللعيبه، وبنتكلم على التقييمات، وبنتكلم على الاداء، وبنتكلم على ايه اللي ممكن يحصل بعد كده واحنا عايزين ايه، وبنتكلم على مروان محسن ان شاء الله وعودته سريعا للملاعب باذن الله. يعني احنا كنت بقول لكوبر ان احنا هنرجع له مروان احسن مما كان ان شاء الله. النقطة المهمة، يمكن الأهلي قد يكون في كأس العالم بروسيا من أكبر الأندية مشاركة بلاعبيه في هذه المنتخبات، بعد إن شاء الله تأهل تونس والمغرب قد يصل العدد إلى حوالي 11 أو 12 لاعب، خاصة إذا جنوب أفريقيا كمان تأهلت باك ماني هيكون موجود، ماذا ترى في هذه النقطة تحديدا مع الاتحاد الدولي، خاصة أن كمان النادي الأهلي سيلقى تعويض مالي من الاتحاد الدولي نتيجة مشاركة هؤلاء اللاعبين الدوليين في بطولة كبيرة زي كأس العالم في روسيا؟ أنا لسه ما أعرفش موضوع التعويض المالي ده، ده حاجة كويسة، خبر كويس جدا أول مرة بسمعه. إنما أنا شايف إن أنا فخور جدا أن يكون هذا الكم من اللاعبين من النادي الأهلي بيمثلوا بلادهم، فخور إن احنا بنقدر نطلع اللعيبة من عندنا على منتخبات بلادها، عندنا اللعيبة كلها دولية ما شاء الله عليهم. يعني احنا ما اعتقدش انه في لعيب في النادي الاهلي مش دولي او ما شاركش قبل كده او قد يكون لم يحالفه الحظ في الانضمام للمنتخب المره دي، انما بالتاكيد كان في مره سابقه في المنتخب، وبالتاكيد في مرات قادمه هيبقى في المنتخب ان شاء الله. مباراه النجم يعني لا حديث يعلو خلال الساعات القادمه، يعني مع بدايه الدوري الكل هيتكلم عن مباراه النجم الساحلي، طمنا الاستعداد ليها ايه؟ الداخليه النهارده اعلنت ان هيبقى 40,000، في محاولات حسيسه من الاداره لزياده العدد باذن الله بعد الصوره الطيبه اللي ظهر بها استاد برج العرب بحضور 80,000. ان شاء الله هنحاول نزود، انما انا شايف انه رقم 40,000 رقم معقول، بنتمنى زيادته لانه احنا شفنا تاثير الجمهور وشفنا تاثير الجمهور على النادي النجم الساحلي في المباراه هناك. يعني هو لولا جمهور النجم الساحلي واستاد النجم الساحلي ما كانتش النتيجه طلعت كده، يعني طبعا ده بتوفيق من عند ربنا، انما اقصد انه الجمهور له دور شديد جدا وقوي جدا في التاثير على المباريات بالتشجيع المحترم وبالتشجيع الكويس، فاحنا بنتمنى زياده هذا العدد. طبعا مباراه النجم الساحلي مباراه مصيريه قادمه ان شاء الله، واعتقد ان احنا هنتخطاها كل ثقه في الجهاز وفي اللعيبه زي ما كان كل ثقه في ماتش الترجي. انا ما زلت عندي هذه الثقه ان احنا ان شاء الله هنفوز بكاس افريقيا السنه دي ان شاء الله. شكرا حبيبي.